جا مسؤول داكشي خطير، ولينا كنتمشاو بالعقليات المسؤولين اللي كيجيو لذاك الكرسي، بدليل انه انا شخصيا وليت تنعتمد الطريقه في التعامل معاهم اللي جات كنقلب له على السيكولوجيه ديالو وعلى 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 الماضي ديالو، نعرف حتى نعرف كيفاش ندير نهضر معاه، لان راه ما يمكنش ما بقيناش كنتعاملوا بقوانين على الارض، لان ما يمكنش قانون كينظم العلاقات انت كسلطه تنفيذيه كتجي كتنفذ ذاك القانون، يعني لا اجتهاد مع النص، هادشي ما علمونا ملي كانوا كيقريونا والله اعلم، اذا يا اما داكشي اللي قريونا غلط يا اما هادشي اللي كيتمارس علينا على الارض غلط، اذا نحن امام اشكاليه كبرى. بالفعل كما قلت لكم كان لقاء شرسا بامتياز. انا سلام خلينا نروحوا بالحرف، الا كانت شي جهه كدعم الفوضى في هاد المدينه تنقولوا ليها تحطنا بلاصتنا في ديك الفوضى، حتى حنا نديروا الفوضى، والا كان القانون كما قلت الاخوان كانت محطوطه في المعادله ديالنا لما دخلنا العراق، كانت محطوطه في المعادله ديالنا ان هذه القضيه ديال العرف ما العرف وراه قعدوا تساووا باش نطهروا على الجميع، داكشي الكبير راهم خدنا وحاملين نفس الرخصه اللي كنحملوها حتى حنا، حنا ما عندناش عداء مع السائق المهني باش يفهم الجميع، ولكن الممثلين ديال سياره اجره بالسيف الاول اللي كيجهلوا او كيتجاهلوا القانون وكنسبوا على المناضلين على اساس بانه راه من حقه يخدم في وسط المدينه، كنقولوا لهم من هذا المنبر ما هو الفرق ما بين السيف الاول والسيف الثاني، لو لم يكن هناك فرق لما سمينا هذا صنف اول وهذا صنف ثاني، بمعنى ان كل واحد عنده المجال ديالو وكل واحد عنده طريقته في الشغال، كل واحد عنده اللون ديالو، كل واحد عنده القرارات اللي كتنظمو، فاحنا كنطالبوا بتطبيق القانون لا غير، ولكن الناس اللي كيحترفوا السياسه وكيبيعوا ويشريوا فيهم معتبرين النقابات بمثابه دكاكين تيفهموا الناس المغالطات في السوق، فالطريق 63 تيقال 20 كيلومتر من 20 ل 50 بدون رخصة الصيف الأول، ومن 50 فوق برخصة، رحنا مهنيين، أنا عايز جيدا ماذا نقول، وكنمثلوا عندنا تمثيليات وطنية هنا داخل التنسيقية اللي كيمثلوا الصنفين بجوج باش ما تكونش المراوغة، وبينا الجهات كما قلت في البداية الوصية على هذا القطاع، وقلنا اليوم غير إلا كان في فوضى كان جوج حوايج، الى القانون فوق راسنا وعينينا التزموا به كاملين، وهو الضامن، اقول هو الضامن ديال الاستقرار الاجتماعي، ولكن اذا كانت الفوضى فلا باس انكم تحطوا لنا واحد ركينه معكم حتى حنا نديروا الفوضى، لان لا يعقل باش واحد يدخل عليا المدينه ويهز ست بلايص وانا كنشوف فيه وانا محكوم عليا نهز ثلاثه الناس بربعه الدراهم وتيقولوا لي لا واه اخلاقيات المهنه، هذه اخلاقيات الباطل ماشي اخلاقيات المهنه، هذه اخلاقيات الباطل، باش نكونوا واضحين باش نكون باش نحطوا كل شيء شرح من اللحم، خرج هذاك ردوا الاعتبار الطاكسي الصغير، حنا الكليان فوق راسنا وعينينا نهزوه عنده ما عندوش غنهزوه، غنبدلوا الاستراتيجيه غندخلوا في العقل الاقتصاديه، غندخلوا في العقل الاقتصاديه، لانه حنا غادي نهجوا جميع الحروب باش نرفعوا هذا الملف هذا، واخدين على العاتق ديالنا، وراه ماشي وليد اليوم هادشي، هادشي حنا تحاربنا عليه منذ زمان، هادي ست السعينيات، الاخوان القدامى تيعرفوا الحرب اللي خدناها مع الصنف الاول مع الخطافه، راكم شفتوا الحاله كيفاش كانت، ومازالوا كتشوفوا باننا واخدين حرب ضروس ضد الناس لان كيديو لنا ديالنا، وبالتالي حنا ما غنخلعوش وما غاديش نرجعوا للوراء حتى يجي هاد سيدي مولاي القانون. حتى يجي هاد سيدي مولاي القرار وديروا له الحنة، حنا غنخرجوا الشارع تاعنا نديروا الفوضى، إذن
إذن الخوت باش نكونوا واضحين، انتوما كمهنيين خصكم تساعدوا. أقول من هذا المنبر الجميع خصو يساعد المعركة الكبرى، لأن حنا ما غنرجعوش للوراء. إخوانكم غادي يوسعوا الدائرة ديال اللجان، غادي يقسموا اللجان وغادي يوسعوا الدائرة. إلا كانوا جوج رؤساء اللجان كيحضروا كما قالوا هما في الولاية غنديروا ربعة، هما الإخوان راه تبارك الله عليهم، راه كل واحد عنده باع طويل في هذا الباب وعندهم تجربة، وحنا الربح الوحيد كما قلت في البداية اللي ربحناه في هذه المعركة وهو أننا رجعنا ديك الوحدة اللي شفتونا فيها من بعد 1/4/2013. وشاء الظروف باش نجتمعوا في هذا التاريخ هذا ديال 1/4/2017. الناس كنسطروا عليها وكنقولوا لهم احنا جايين، احنا جايين والسفارة، احنا جايين والسفارة، احنا جايين والسفارة، احنا جايين والسفارة، احنا جايين والسفارة. الاخوان الله يخليكم، كما قلت اخوان باش نوضعوكم في الصورة جيدا، لأن هاد المعركة هادي راه ماشي معركة ديال الشاشة، انت غادي حيدو. حنا كيما قلنا غادي نخوضو معاهم جميع المعارك، كاينة المعركة الاقتصادية وكاينة المعركة اللي غادي نخرجو لها مباشرة. إذا الخوت باش كل سيدي مع الفكرة، باش ماشي غادي نخرجو من هنا نخرجو من السيف. حنا درنا قطيعة مع شي حاجة سميتها تشتات، وهذا هو الأساس اللي خلانا حطينا بين عينينا جوج ديال النقاط الاساسيين ما غنتراجعوش عليهم. النقل السري والطاكسي الكبير تخرج على برا عادي نخلينا نهضروا، لان ما يمكنناش حنا نديروا عمليه والدم كيسير. جرات العاده اننا كنحبسوا النازف هو الاول ومن بعد نديروا العمليه، ولا مشينا في الطريقه اللي راهم غاديين بها راه داك الهالك غير لا اله الا الله، راه ما بقالوش، راه كيسيف الدم وحلو كرشو يعني باي باي. يعني العملية باش تمشي بشكل موازي بشكل مقاد كيخص هاد الناس يرجعوا لبلايصهم أولا، وحنا نمارسوا العمل بشكل عادي ثانيا ونقعدوا للطاولة المفاوضات. ما بغاوش راه ما غادي نهضروا لا على ملف انقلابي دابا ولا على والو. هاد جوج النقاط عاد نمشيو للملف الانقلابي، واللي التنسيقية راه متبنية عندها مشروعها، وحنا واضحين في هذا الباب وعندنا ارضيتنا ولاو جاهزين للنقاش. غندوز دابا الكلمه للاخ هشام يقدان باش يقول كلمه في هذا الباب. السلام عليكم وتحيه نضاليه للحضاره الشرفاء جميعا، وتعتبروا هذا اليوم عرس ذكرى ديال 1/4/2013.
حقيقة اللي تعرض فيها السائق المهني لمدينة فاس يمكن أن يكون لأشكال القمع والتمكين، لا لشيء إلا لأننا نادينا بحقوقنا المشروعة. وهنا